اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا. عندنا النهارده عندنا كده حاجات جديده ومختلفه بمناسبه الاعياد اللي احنا داخلين عليها. بمناسبه راس السنه الجديده عاملين مكرونه بس بطريقه جديده كده ومختلفه بالسي فود، وعاملين كمان كراب بالشوكولا وزبده الفول السوداني. تعالوا نشوف المكرونه هنبقى محتاجين فيها ايه. انا جايبه مكرونه الملولوه دي، بتبقى احلى في الاكله اللي انا هعملها. والسي فود عباره عن كالاماري وجمبري، صلصه وسويت اند تشيلي صوص، وليمون وتوم وكمون وزيتون شرايح، جبنه بارميزان والوان احمر واخضر. اول ما الميه تبتدي تغلي انا هبتدي احط فيها المكرونه واحط اللون الاحمر والاخضر عشان نلون بيها المكرونه. بقالي كتير قوي ما وريتكوش حاجات كده بالالوان، ودلوقتي هنبتدي نشوح الجمبري والكاليماري. احط كده، احط كميه زيت تقريبا 3 معالق. الاول هبتدي بالكاليماري عشان هو بياخد سوا اكتر على النار من الجمبري. نتبل الزيت بالفلفل الاسود، وهنحط معلقه صغنططه قوي من الثوم المفروم ونقلب كده. الزيت دلوقتي ابتدى يسخن، نحط بس مكعب زبده. خلي مكعبين. نبتدي بقى نحط المكرونه. لا، ممكن نستنى يغلي شويه وبعدين نحطها. زي ما قلت، لو هنعمل كاليماري وجمبري نحط الكاليماري الاول عشان هو بياخد فترة اكتر من الجمبري. الجمبري اصلا من الحاجات اللي بتستوي بسرعة، وما يستحس يعني مش حاجة حلوة ان احنا نسيبه كتير على النار، عشان لما بنسيبه كتير على النار بيبقى كده عامل زي بيبقى بيمط كده في الاكل، فبيدي نتيجة مش حلوة على فكرة. والكاليماري كمان يعني هما، بس الجمبري اكتر. نسيبه بقى كده لحد ما احس ان هو اتشوح شويه، بس ابتدي بقى احط المكرونه واحط هنا كمان. المره دي بقى مش هحط على المكرونه زيت عشان الالوان اللي انا هحطها تلزق معايا. هحط بقى لون الاحمر. انا بعيد تاني عشان اللي ما شافش الحلقات اللي انا بلون فيها الاكلات يشوفها تاني معايا. بالظبط هنحط تقريبا في حدود معلقه عشان الالوان تبقى مبهية. لو عايزين تغمقوا بتكتروا اللون. ابتدي بقى احط نص كمية الثوم مع الكمون. ومعلقة الليمون. احط الجمبري. اول ما احس ان الصوص ده ابتدى يتشرب شويه هبتدي احط بقيه الكميه، بقيه الثوم وبقيه عصير الليمون، وهزود عليهم الزيتون والجبنه البارميزان. كده شايفين الصوص تقل ازاي. نبتدي بقى نحط حبه كده من الثوم وال كمون، ومعلقه من عصير الليمون، ونسيبه ايه، ونسيبه كده 3 دقايق كمان بس ونقفل عليه. نبتدي بقى نعمل دلوقتي التوميتو صوص بتاع المكرونه. هنحط الزبده،
مع الثوم مع بقيه الثوم. الصوص ده عباره عن كاتشب وعصير طماطم او طماطم مبشوره وسويت اند تشيلي صوص. يعني مش قادره احكي لكم الصوص ده جميل ازاي مع المكرونه دي، شبه كده مكرونه دايما بناكلها بره في المطاعم، حتى بيبقى اسمها مارينارا، دي حاجه شبهها كده شويه. انا ابتديت اوطي على دي ودقيقة خلاص وهقفل عليها، بس ابتدي بقى احط عصير الطماطم. ليه انا حطيت زبدة في الصوص ده مع اني ممكن احط عصير الطماطم على الكاتشب واغليه غلو وخلاص؟ عشان الزبدة بتتقل الصوص ده، زي مثلا الحاجة الحلوة لما بنعملها بنحط معلقة نشا، الزبدة بتعمل كده في الصوص، بتتقله شوية وبتخليه ماسك نفسه. بس ونحط عليه الكاتشب، معلقتين كبار كاتشب، ونقلبه كده ونقفل عليه. ايه رايكم بقى نطلع فاصل، هنرجع تكون المكرونه استوت ونبتدي نطبق المكرونه اللي احنا عاملينها النهارده ونعمل الكريب بالشوكولا. خليكم معايا. تاني بعد الفاصل، المكرونه هي زي ما انتم شايفين اتلونت، انا المره دي عاملاها الوان كلها فاتحه، احمر فاتح واخضر فاتح. هنسخن الحله اهو دلوقتي عشان نشوف هنعمل فيها ايه، والصوص لسه بيغلي. هنشوف بقى الحاجه الحلوه اللي هنعملها النهارده، عباره عن كراب. احنا طبعا عارفين عجينه الكراب بنعملها ازاي، وبرده العجينه هتنزل عندكم على الشاشه. كل اللي انا عملته زودته المره دي ان وانا بعمل العجينه حطيت اللون، وبحط اللون على حسب انا عايزه انهي درجه، يعني كل ما نحط اللون نقلب ونشوف الدرجه اللي احنا عايزينها. انا مطلعاه الدرجه دي. معاه بقى مارشميلو وزبده فول سوداني والشوكولا اللي احنا بنحطها في الساندوتشات، وكمان الشوكولاتات الملونه دي اللي احنا دايما بنشتريها اللي بتبقى في باكيتات في السوبر ماركت. انا عامله يعني شويه كميه حلوه كده من الكريب، بس هوريكم سامبل عشان تعملوها. اتاكد ان كلها كده تمام، وهجيب الكبشه شايفين سمكه عامل ازاي. كل ما يبقى سمكه حلو كل ما يدينا نتيجة احلى، ولا يبقى خفيف قوي ولا يبقى تقيل. نحط كده في النص وهو ممكن نزود الكمية شوية. نشوف الحلة كده اخبارها ايه. نبتدي بقى نحط الزبدة. ونحط الزيتون. ونحط شوية من الكمون وكمان فلفل اسود ونقلب، والملح. شايفين خلاص كده خلصت، نسيبها بقى كده على جنب عشان هي لازم تبرد خالص قبل ما نبتدي نشتغل فيها. نبتدي بقى نحط المكرونه عشان تتشوح كده.
ونقلب. مش قادره احكي لكم الريحه حلوه ازاي. هنبتدي نحط الجمبري ونقلب برضو. هنحط كمية حلوة من الجبنة البارميزان وهنسيب شوية بس عشان نحطها في الآخر. بس نبتدي بقى نحط صوص الطماطم. ونقلب. بس هنوطي عليها بقى النار ونسيبها كده دقيقتين بعدين نقفلها بس عشان نغرف. نبتدي بقى نشوف هنا هنعمل ايه. هجيب الكريب واحدة واحدة كده وهحط واحدة تنزل بس زبدة الفول السوداني نسيحها كده. ممكن بعد لما نعمل المرحلة دي على طول ندخلها المايكروويف. بعد لما نخلصه كله ندخله المايكروويف بالظبط دقيقتين او ناكلها كده على البارد يعني زي ما انتوا عايزين. هنعمل كده. وكده. نعملها كده ونسيبها. نعمل واحدة كمان. نعمل دي بقى بالشوكولا. هتعجبكم جدا وهتعجب الاطفال قوي على فكرة الوصفة دي. ووصفة لذيذة جدا لو احنا يوميها عازمين ضيوف او حتى رايحين لضيوف ومش عارفين نودلهم ايه. نحط تاني. بحط هنا عشان تلزق. لو ما حطيناهاش مش هتلزق وهتفك مننا. بس نبتدي بقى نقدمها. ممكن احط واحده بالشوكولاته واحده بالزبده الفول السوداني. ممكن ننقي الاحمر والبني عشان نبقى ايه. وكده يبقى عملنا النهارده الكريب زي ما انتم شايفينه كده. كده نبتدي بقى دلوقتي نقدم الباستا بتاعتنا النهارده اللي بالسي فود. كده
هتعجبكم جدا على فكره جدا. وطبعا هي تقريبا ممكن تبقى صيامي، بس احنا نشيل الجبنه البارميزان ونشيل الزبده اللي حطيناها، وممكن نعملها عادي صيامي. ابتدي بقى احط السويت اند تشيلي صوص كده، والجبنة البارميزان، عصير الليمون بس كده، ايه يعني عصرة ليمونة كده بس. وكده يبقى النهاردة خلصنا الحلقة بتاعتنا، اظن بسيطة جدا. عملنا كريب بالشوكولا، وعملنا كمان زبدة فول السوداني، وزوقناه بالمارشميلو، وعملنا لون اخضر عشان يليق مع المناسبات اللي جاية، وعملنا كمان مكرونه بالسي فود والتوميتو صوص. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.